بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، لا شك أن إدراك المرء لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية، فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى جعل الله تعالى هذا الشهر الكريم هدى للناس، يهديهم إلى الخير ويعطيهم من البينات من الهدى في حياتهم والفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. الإنسان إذا انتبه إلى ذلك وعظم رمضان حق التعظيم بلا شك أنه يكون له شأن عند ربنا جل في علاه. الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات شرع رمضان لحكمة عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم بين الله عز وجل الحكمة التي شرعت لأجلها الصيام، فقال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. والتقوى خشية مستمرة، التقوى هو أن يخشى القلب رب العالمين، وبالتالي يؤثر هذا على الجوارح. الصائم المتقي أيها الإخوة والأخوات هو الذي إذا صام قلبه صامت لذلك عينه، وصامت أذنه، وصام لسانه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله الحاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما الفائدة أن أمسك فمي عن أكل الطعام وعن شرب الشراب وأن يفرغ بطني من ذلك أيضا، ثم بعد ذلك تبدأ عيني تنطلق في النظر الحرام وربما أذني أيضا وما شابه ذلك. إذن ما هو تأثير الصيام علي؟ ما هو تأثير الصيام علي إذا كان الصوم لم يؤثر فيه ولم يزد إيماني ولم يمنعني عن المحرمات؟ ومع الأسف حقيقة يعني لما صفد الله عز وجل عنا شياطين الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بدأت شياطين الإنس مع الأسف تتحرك، وأصبحت شياطين الإنس تحاول أن تفسد على الناس صيامهم في نهارهم وتفسد عليهم قيامهم في ليلهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وبدأت عدد من القنوات تتنافس في إشغال الناس عن رمضان. يعني ترى أحيانا بعض الشاشات يضع في طرف الشاشة لوجو، يضع شعار مكتوب عليه رمضانيات، وإذا نظرت ماذا عرضتم لنا في رمضانيات، فإذا امرأة لابسة يعني لبسا سيئا وترقص وشاب ربما يرقص معه مكتوب رمضانيات، يعني هل يتشرف رمضان بأن ينسب إليه مثل هذا؟ يعني حقيقة نحن غسلنا أيدينا من أن نصلح أمثال هؤلاء من القائمين على هذه القنوات. وأنا أعرف عددا من هؤلاء وبحكم مشاركتي في الإعلام مررت على عدد من هؤلاء، عدد منهم كبير، إما أقوام لا دينيين إما أقوام مسماه إسلامي، عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وأحمد ومحمد، لكن الإسلام منه بريء، لا ما ذكر الله بطرف ساعة ولا أعد لقيام الساعة، فهم قطيع كشويهات الغنم، والله ما يدرون لا عن صلاة ولا عن صوم، أصلا ما يصلي ولا يصوم. وأنا لا أتهمهم، أنا أعرف ذلك عنهم حقيقة، ولي مع بعضهم اتصال ومناصحة، ولا يهمه أصلا يعني تقبل منك الصيام ولا ما تقبل، هذا من آخر اهتماماته، لا يهمه هل سلم صيامه كل ما سلم صيامه، لا يهمه ذلك أبدا. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إن
إنكم لمشركون. لذلك أنا أقول حقيقة لإخوتي وأخواتي، يعني الله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار. إذا أردت أن تعتق رقبتك من النار فلا بد أن تحسن ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أن تحسن في نهارك، أن تكثر من الذكر، من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء. يا أخي ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نطهر صيامنا، يعني نحفظ صيامنا من النظر الحرام والسمع الحرام. فما بالكم لما يكون الإنسان، بالله لو كان أبو هريرة اليوم في وقتنا، الآن أبو هريرة لا يريد أن يمشي في أسواق المدينة خشية من أن ينطلق بصره في شيء يجرح صيامه، فما بالكم بالله لو جلس اليوم أبو هريرة وقلنا يا أبا هريرة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الريموت كنترول قلب هذه القنوات، بالله ماذا سيقول أبو هريرة؟ بالله لو أنك جالس الآن أنت أو ابنتي جالسة أمام التلفاز وتقلب إحدى القنوات وهي صائمة، أو حتى وهي مفطرة في ليل رمضان، ثم دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ يقول بئس ما خلفتموني من بعد، أنا تركتكم على المحجة البيضاء وحدثتكم وأنذرتكم، وكم بكيت وقلت يا ربي أمتي 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 أمتي، أبكي خوفا عليكم وتحذيرا لكم، ثم تخلفوني من بعدي بأن تتبعوا هذه السبل التي تفرقكم عن السبيل الذي تركتكم عليه. يا إخوتي وأخواتي لابد أن نكون جادين فعلا في طاعة ربنا. أنا أعلم أن الشهوات كثيرة وأن الفتن جذابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، بمعنى أن الإنسان لا تزال الفتن تزيد شيئا فشيئا. يعني قبل 30 سنة و40 سنة لم تكن مثل هذه الفتن موجودة، الآن بدأت تكثر، وبالتالي أجرك أنت اليوم وأنت تمسك نفسك عن هذه الفتن أعظم من أجر من لا يستطيع عليها. لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن الأجور عظيمة لمن كان متمسكا في آخر الزمان، قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني الصحابة. فسألوه لماذا؟ قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. يعني في عهد الصحابة ما كان عندهم ستلايت وقنوات وإنترنت وأنواع من الفتن، وبالتالي كان الصحابي صحيح له أجر عظيم عند رب العالمين لكن الفتن قليلة. لكن يا جماعة الآن الشاب والبنت الذي أمامه التلفاز وأمامه القنوات وأمامه أنواع الصفحات في الإنترنت، ومع ذلك يغض بصره عن هذا ويحفظ سمعه عن هذا ويستعيذ بالله من شر هذا ويصرف نفسه عن هذا، بلا شك أن أجره عظيم فعلا، وأن الله تعالى يعظم له الأجر. غدا إذا دعوت الله استجاب دعائك، إذا لجأت إلى الله تعالى أجابك، إذا استغفت به أغاثك، إذا صدقت مع رب العالمين فعلا وانطرحت بين يديه وقلت يا ربي أمرتني بغض البصر ها أنا أغض بصري، يا ربي أنت أمرتني بحفظ صومي، يا ربي أنا أرى الطلبة في الجامعة والطالبات كل يوم يتكلمون عن المسلسل الذي بالأمس وأنا ما رأيته إرضاء لك يا ربي، ولا عندي القناة أستطيع أني أرى لكن تركته لوجهك أنت لا شريك لك. ثم إذا جاء من غد ورفعت يدك إلى الله قلت يا ربي الكل يتكلم عن المسلسل والفيلم الذي عرض البارحة في الليل، يا ربي أنا تركته لأجلك أنت، اللهم لأني أحبك يا ربي أنا تركته، لأني أقدم رضاك على رضا نفسي، أقدم مرادك على مراد نفسي، أقدم أمرك على أمر نفسي، يا رب العالمين فاغفر لي وتجاوز عني وأعتق رقبتي من النار. يا أحبابي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اللي بيصدق مع رب العالمين في هالشهر الكريم وينطرح بين يديه ويترك هذه الأمور لأجل الله وهو قادر عليها ويتركها لأجل الله ويطهر رمضان الذي شرفه الله بإنزال القرآن والذي كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يعرف له قدره وشرفه، بلا شك أن الذي يجتهد غاية الاجتهاد رب العالمين. أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net